أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المقصود بالشجرة الملعونة في القرآن؟ شجرة الزقوم، شجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، لأن الله جعلها فتنة للظالمين، وهي شجرة تخرج في أصل الجحيم. قالوا المشركون تندروا، قالوا كيف الشجر ينبت في النار؟ الله عاجز أنه ينبت شجرا في النار؟ الله على كل شيء قدير، الله جل وعلا على كل شيء قدير، ينبت الشجر فيما شاء سبحانه وتعالى. فالشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، لأنها صارت فتنة للظالمين، واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتندروا منه. نعم.